صاحب النعلين والوسادة المطهرة، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، صحابي وفقيه ومقرئ ومحدث، وأحد رواة الحديث النبوي الشريف، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وصاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، وواحد ممن هاجروا الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وممن أدركوا القبلتين، وهو أول من جهر بقراءة القرآن في مكة، وقد تولى قضاء الكوفة وبيت مالها في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنهما، وتوفي سنة 32 للهجرة. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة. نخوض مع حديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشتم أنفاس تلك الحقبة التاريخية النادرة، ذلك الرعيل، أولئك الصحب، تلك البطانة التي حف الله نبيه صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. اليوم نقف معا على ساحل بحر من العلم والفقه، إنه عبد الله بن مسعود. وما أدراك ما عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود قال عنه الذهبي: يعد في أذكياء العلماء، يعني ليس عالما عاديا. علمه بين الصحابة ليس ناشئا عن ظروف اعتيادية. عندما تنظر في صفة هذا الرجل يقال بأنه كان قصيرا أسمر نحيل الساقين، وكان يكثر التردد على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مرة جاء مع عمامه إلى مكة المكرمة، يريد أن يشتروا شيئا من السلعة، وتعرفون أن مكة المكرمة كانت مشهورة بالتجارة، وإنما سميت قريش قريشا لأنها كانت تقوم بعملية التقريش، البيع والشراء والنقود. عبد الله بن مسعود مع أعمامه أرادوا شراء شيء من مكة المكرمة، وأرادوا تحديداً شراء عطر، فدله بعضهم إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم عند العباس يتفاوضون أو يرون الأنواع أو ما إلى ذلك، إذ رأى عبد الله بن مسعود وأعمامه رجلاً يخرج من باب الصفا، أبيض مشرب بالحمرة، شعره فيه شيء من الجعد، الشم أقرن، أكحل العينين، أزج الحاجبين، عن يمينه طفل أو فتى لكأن الشمس أشرقت في وجهه، تتلوهم امرأة قد سترت محاسنها، مضيا باتجاه الكعبة، استلما الركن ثم طافا سبعة، وكلما مر بالركن رفع يده وكبر. عبد الله بن مسعود يراقب. نحن لا نعرف هذا الأمر سابقا، لم نرى من يطوف بهذه الطريقة. ثم استقبل المقام فركع وسجد. سألوا عبد الله بن عباس: يا عبد الله، هل هذا دين جديد أم شيء كنتم تفعلونه ولا نعلمه؟ فقال العباس، عفوا، سألوا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: بل إن هذا ابن أخي محمد، وهذا الفتى علي، وهذه زوجته، يعبدون الله تعالى بدين لا نعلم أحدا يعبد الله فيه غير هؤلاء الثلاثة. هنا عبد الله بن مسعود صار عنده فضول، يريد أن يعرف ما هذا الدين. كانت عنده بعض الأغنام وهو يرعاها في الصحراء، مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل عندك حليب أو لبن؟ فقال له: والله أنا مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحضر لنا شاة لم يمسها الفحل، يعني إلى الآن لم يخرج منها الحليب بعد. فأحضر له شاة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها وتكلم كلمات: فما إن خرج الحليب
حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. عبد الله بن مسعود يراقب، قال يا رسول الله علمني من هذه الكلمة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك غليم معلم، إن أحسنت أنت تنتبه. إذن بعد ذلك أسلم عبد الله بن مسعود وكان من الأوائل الذين أسلموا. دخل الإسلام قبل أن يدخل الإسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أبو موسى الأشعري لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رجلاً يدخل وتدخل معه أمه إلى بيت النبي، وكثيراً ما يدخلان ويخرجان، فكان يظنهما من آل بيت النبي، ثم اكتشف بأن هذا هو عبد الله بن مسعود، هو صاحب نعلي رسول الله ووسادته وفراشه وسواكه. لما كان النبي يسافر صلى الله عليه وسلم كان المسؤول عن العناية بأغراض النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود. لكم أن تتخيلوا الآن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا مثلا أراد أن يدخل المسجد كان عبد الله بن مسعود يلتقف عصاه ثم يحمل له نعليه صلى الله عليه وسلم، وكان يتولى يعني حفظ فراش النبي صلى الله عليه وسلم ووساده، ولا زال يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار واحدا من أصحاب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن ابن مسعود وجمعنا به في مستقر رحمته، آمين. أخبار تعافي حين يرويها اللي